انتظروا مباراة قمة دوري الشباب، الأهلي في مواجهة الزمالك في الجولة 32 من دوري الجمهورية للشباب مواليد 2001. نقل مباشر للمباراة وتحليل فني شامل مع الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت. الفقرة التحكيمية مع الحكم الدولي السابق ناصر عباس، في ضيافة أسامة حسني، في استوديو الأشبال الليلة الساعة 8 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.